بقول لك ايه؟ ايوه انت مش عايز تبقى مدير فني اجنبي؟ طب الموضوع سهل. مش بقول لك سهل، المهم تسمع كلامي وتركز. مبدئيا اول يوم ليك في التمرين عايزك تغير اي حاجه، غير النجيله وقولهم متهالكه، غير الخطه، غير التمرين، غير شربات اللعيبه، نزلهم الملعب حافيين، شربهم قصب بعد التمرين. المهم عايزك تغير على قد ما تقدر، وما تقلقش، الصحف كلها تقول الخواجه يبدا التغيير، ثوره داخل غرف خلع الملابس، تغييرات جذريه. الخطوه الثانيه، شايف اعرف واحد في الفرقه ده؟ قعدوا على الدكه ما يلعبش خالص. اسمع مني، ما يلعبش خالص مهما كانت الظروف. الناس كلها تقول الخواجه شايف حاجه احنا مش شايفينها. شايف اوحش واحد ده؟ ايوه اللي شاط الانفراد في القهوه ده. ايوه اللي وقع على وشه ده، هو لعيب كل الماتشات، اديله 90 دقيقه، اوعى تفكر تخرجه. ما تقلقش، هيقول الخواجه شايف حاجه احنا مش شايفينها. فرقة كسبانة؟ حلو، خد اللقطة بقى، قول لهم إنه بسببك، كل ده بسببك. قول لهم مش عاجبك، لسه في أداء أحلى من كده. خدها. الفرقة خسرانة ومش عارف تعمل إيه؟ ما تقلقش، روح اتكلم مع الحكم الرابع، اسمع مني روح. قول له أي حاجة، ارغي معاه في أي حاجة، المهم خليك منفعل شوية، وحط إيدك على بقك عشان محدش يفهم أنت بتقول إيه. ارجع بقى للمساعد بتاعك وهو هيتصرف، وانت خليك في طلبات البيت. خسرته برضو؟ ما تخافش، بكره الصحافه هيقولوا الخواجه غضبان من اداء اللاعبين وهيكشر عن انيابه. ايوه انت مكشر عن انيابك، لسه الفرقه بتخسر؟ ما تقلقش، اصحى معايا كده عشان ورانا شغل كتير. اندع على اللعيبه في الملعب بصوت عالي، لا عالي قوي، زعق، اتنرفز، اشتم، اجري على الخط، انت اي لعيب كلمه وانت متنرفز، بين قد ايه هما مش عارفين ينفذوا تعليماتك، قول له اي حاجه زي ما علمتك. لسه بتخسره؟ الاداره قالت لك انها هتمشيك؟ طب انت خايف ليه؟ انت مدير فني اجنبي، بكره تسيب الفرقه دي وتروح الفرقه دي، ومن الفرقه دي للفرقه دي للفرقه دي، وديك بتقلب رزقك، المهم ما تنسانيش بقى. صحيح قبل ما انسى، لا مش انت خواجه ما استغناش، انت اللي بتتفرج. ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير وتعمل منشن لاصحابك وتخلي بالك. بقول لك ايه، انت راجل بتتفرج وفاهم اكتر مني،